متابعينا الكرام، متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في بث مباشر جديد من الاسكندريه. معاكم اسماء اسماعيل. عاجل وفاه بنتين من جمهور نادي الاهلي امام ملعب برج العرب. ادعوا لهم بالرحمه والمغفره، حيث توفى بنتين عقب مباراه النادي الاهلي والاتحاد في استاد برج العرب. عقب المباراة أثناء عبورهم الطريق يعني سيارة صدمتهم، حيث لقت مشجعتان من مشجعي نادي الأهلي مصرعهما في حادث سير مروري عقب انتهاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري باستاد برج العرب، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف. وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة حول مصرع فتاتين في حادث مروري في نطاق العمرية غرب الإسكندرية. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة نورهان ناصر عبد المقصود والتي تبلغ من العمر 20 سنة، ونرجس صلاح حسن تبلغ أيضا من العمر 20 سنة. صدمتهم عربية عقب مباراة الاتحاد والأهلي أثناء عبورهم الطريق، وتم نقلهم إلى مستشفى العمرية وإيداعهم بمشرحة العمرية وتحرر محضر بالواقع وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات. ادعوا لهم بالرحمة والمغفرة. يعني الأسكندرية أو محافظة الأسكندرية تنعيهم بكامل الحزن والأسى. خلينا نتكلم مع حضراتكم يعني عن تفاصيل الواقعة من البداية، والتي يعني بدأت عقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري وأثناء مرور فتاتين للطريق من أمام استاد برج العرب. لقيت مشجعتان من جماهير النادي الأهلي مصرعهما مساء اليوم الثلاثاء في حادث مروري أمام استاد برج العرب عقب انتهاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري. طبعا الكلام ده حصل أثناء عبورهم الطريق أمام استاد برج العرب. وقال الدكتور محمد عرابي مدير مرفق إسعاف الإسكندرية أن سيارة الإسعاف نقلت فتاتين أصيبا في حادث مروري بالقرب من استاد برج العرب إلى مستشفى العمرية العام وأعلنت وفاتهم. وأوضح مصدر طبي من مستشفى العمرية العام أن الحالتين نورهان ونادية وصلت المستشفى في وضع حرج، وأعلنت وفاتهما متأثرتين بإصابتهما. ووفقا لشهود عيان مقربين من المشجعتين فإن الفتاتين من محافظة القاهرة وكانتا حاضرة صباح اليوم ضمن الجماهير التي وصلت لمؤازرة النادي الأهلي. وحصل طبعا يعني خلينا نتكلم إن ده قدر ومكتوب إن هم ييجوا من القاهرة لإسكندرية ويتوفاهم الله. ادعوا لهم بالرحمة والمغفرة. يعني حالة صعبة جدا ومأساوية جدا عشناها هنا في اسكندرية النهاردة عقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، وهي طبعا يعني
حادث مروري صعب جدا بنرصده مع حضراتكم، ويعني مش اي حادث، يعني البنتين جم من القاهرة عشان يحضروا مباراة هنا في اسكندرية، وبعدين يعني قدر الله ما شاء فعل، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويصبر اهلهم وذويهم، اللهم امين. حاضر يا جماعة، نشيل الصور، يعني ربنا يرحمهم ويغفر لهم يا رب، ادعو لهم، ادعو لهم كتير، فهم الآن يعني محتاجين الدعوات أكتر من أي شيء. هرجع واقول قبل ما انهي مع حضراتكم هذا البث المباشر تفاصيل وفاة هؤلاء الفتاتين. طبعا هما جم من القاهرة الصبح لاسكندرية عشان يحضروا مباراة الاهلي والاتحاد السكندري في استاد برج العرب، ولقيت مشجعتين من جماهير النادي الاهلي مسرحهم مساء يوم الثلاثاء في حادث مروري امام استاد برج العرب عقب انتهاء مباراة الاهلي والاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري. وقال الدكتور محمد عرابي مدير مرفق اسعاف الاسكندرية ان سيارات الاسعاف نقلت فتاتين اصيبا في حادث مروري بالقرب من استاد برج العرب الى مستشفى العملية العام واعلنت وفاتهم. وأوضح مصدر طبي بمستشفى العملية العام أن الحالتين نورهان ونادية وصلت المستشفى في وضع حرج وأعلنت وفاتهم متأثرين بإصابتهما في وضع حرج وأعلنت وفاتهم. طبعا أن هم جم كمان، يعني المؤثر جدا أن هم من القاهرة وجم اسكندرية ولقي مصرعهم في اسكندرية، طولهم بالرحمة، ما جم من القاهرة عشان يحضروا الماتش في اسكندرية، ربنا يرحمهم يا رب ويصبر ذويهم. متابعينا الكرام، متابعي أبو كبير ميديا في كل مكان، بشكركم وكنت معكم أسماء إسماعيل، وإلى اللقاء.